وسهلا فيك. ست مريم، نحن الليلة مستضيفينك تنعرف شو رأيك بالأزمة العربية عامة والأزمة اليمنية خصيصا. بدك رأيي بالوضع العربي بالأم لا. العربية؟ نعم. هيدي أمة اقرأ لا تقرأ. أمة جهل بجهل. أمي تركنا التفكير ولحقنا التنظير. كل عمري انصحكم وخبركم شو بدكم تاكلوا وكيف لازم تاكلوا. انتوا اكلتوا بعضكم البعض يا عرب. لو اكلتوا خرا شو قسمت ما تاكلوا بعضكم البعض؟ ما بدي اعصب، رح ارجع له. نعم. ست مريم، طب برايك شو الحال؟ يعني كيف فيك تساعدينا وخصوصا انه عم نشوف حالنا واصلين على ازمه اقليميه؟ الحل كثير بسيط يا بنتي. نعم. حل كثير بسيط. الحل مثل ما كان يقول حبيب قلبي الزعيم الله يرحمه. نعم. معمر الازيف. الله يرحمه. شو كان يقول؟ نعم. اوضح من هيك ما في. هيدا هو الحل المناسب والوحيد. الله يرحم. صراحة ست مريم، أنا شخصياً ما قدرت أفهم ولا كلمة، ريت فيك توضحي لنا شوي أكثر؟ لطيفة ما تفهمي. أنتوا أمة جهل بجهل، وحق علي شي تعلموا إيه بلا أنا فهلي. لحظة، نحن أمة جهل بجهل؟ ليه حضرتك مش من هالأمة يعني؟ أنا من المريخ يا بارا، أعطيني هالمكان سيدي هون. رجع على المريخ، أختك، على أختها المقابلة، على أخت المخرج. شو هالبرنامج السخيف هيدا؟ ضبي بخادك يا بارا، رايح على المريخ هلا. Oh my god!